مش بس أجساد بعض الضحايا أو بعض المفقودين اللي بعدهم تحت الأنقاض، بل معهم أيضا أسباب الانفجار الهائل لمخزون نترات الأمونيوم. سيل من الأسئلة طرحت بتلح بالكشف عن حقيقة وملابسات الانفجار اللي حول بيروت بثواني لعاصمة منكوبة، بس لهلأ ما في جواب. عن مين خزن عن جهل أو دس عن دراية مادة خطيرة قريبة من بيوت الناس؟ عن مين كان بيعرف وأهمل، وعن مين كان قادر يمنع الكارثة فتراخة وتأخر؟ السلطات اللبنانية تعهدت بإجراء تحقيق مستقل بحسب المسؤولين، فسارعت الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق محلية بالانفجار برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب وعضوية وزراء وأمنيين وعسكريين، مهمتها إدارة التحقيق بالأسباب اللي أدت لوقوع الكارثة، ورفع تقرير لمجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها 5 أيام، بلشت النهار الأربعاء ب5 آب، ومن بعدها إحالته للجهات القضائية المختصة من أجل اتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق اللي بتتثبت مسؤوليته. ولكن في بعض الأطراف السياسية اللبنانية غير راضيين عن هالخطوة، مطالبين بتحقيق دولة. رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لكشف أسباب وملابسات الانفجار، وتكون هاللجنة مؤلفة من قضاة ومحققين بيتمتعوا بالنزاهة والحرفية والحيادية. رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط دعا لإجراء تحقيق دولي، واعتبر أنه لا ثقة بهيدي الحكومة لإجلاء الحقيقة ولا ثقة بهيدي العصابة الحاكمة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال أنه انطلاقا من انعدام ثقتنا بالسلطة الحاكمة اللي بتتدخل بالقضاء، منطالب بلجنة تحقيق دولية ترسلها الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن. وما اقتصرت المطالبات بتحقيق دولي على المستوى المحلي، حيث طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل مغادرته بيروت بضرورة إجراء تحقيق دولي وشفاف بإشراف الأمم المتحدة، وعرض السماح لخبراء فرنسيين جاهزين حالياً للمساعدة إضافة لخبراء دوليين ذوي كفاءة. بالمقابل رفض نائب رئيس مجلس النواب ألي الفرزلي الدعوات لفتح تحقيق دولي، واعتبر أنه بهالشيء إلغاء للقضاء اللبناني والدولة اللبنانية. بحسب المحامي ووزير الداخلية الأسبق زياد بارود، في احتمالين بتم خلالهم إجراء تحقيق دولي. الأول أنه الدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة ومجلس النواب تطلب تحقيق دولي، الحكومة بتطلب ومجلس النواب بيوافق كون الأمر بيتضمن تعديل ببعض القوانين، وإما أنه يتم التحقيق الدولي تحت عنوان الفصل السابع، أي بيفرضوا مجلس الأمن بالقوة، وبيقتضي هذا الأمر قرار دولي. بعتقد أنه الذهاب إلى تحقيق دولي هو الخطوة التالية في حال التحقيق المحلي لم يؤدي إلى نتيجة، أو في حال التحقيق المحلي الوطني جبه عراقيل، على الرغم تفهمي الكامل لهذه المطالبة، لأنه مبنية على تجارب سابقة للأسف تبين عدم الثقة. ولكن أنا اليوم من بعد 4 آب أراهن على دور مختلف تماما للقضاء اللبناني وتعاطي مختلف تماما بهذا التحقيق، نظرا لأمرين: أولا عدد الضحايا الهائل وضخامة الدمار، اثنين نظرا لمواكبة الإعلام والشعب اللبناني لهذا التحقيق. بعتقد غضب الشارع وغضب الناس ما رح تمرق هاي الشغلة هيك مرور الكرام. بارود أكد أنه هيدا التحقيق بتم بإشراف القضاء اللبناني، وعم بتقوم بجمع الأدلة والاستقصاء الأجهزة الأمنية اللبنانية، والتقرير اللي رح يصدر بعد يومين، أي بعد انتهاء مهلة الـ5 أيام، رح يكون إشارة معبرة جداً، إما رح تعطي أجوبة مقنعة على الناس وتدل على جدية أو العكس. بالـ5 أيام ممكن الوصول إلى خيوط تسمح للتحقيق بأنه يستكمل. إذا شفنا أن القضاء بلش ياخد خطوات حاسمة، يعني خطوات منا إيداني، لأنه بـ5 أيام ما فيك تعمل إيداني، خطوات على الأقل تؤدي إلى تنقيط أشخاص، ويبدو أنه بدأ هالأمر. كمان بمناسبة التدويب، بعتقد أنه في إمكانية للاستعانة بخبرات دولية. من ناحية تانية، الخبير بالشؤون الدولية قاسم قصير شاف أنه المطالبة بلجنة تحقيق دولية هي نوع من الضغط السياسي على الحكومة من قبل القوى المعارضة. هي موقف سياسي لكنها غير ممكن التطبيق عمليا. هلا ممكن الاستعانة بالمحققين دوليين فرنسيين بالذات، وصلوا امبارح يمكن، صح، بس لجنة تحقيق دولية ما حدا رح يقبل فيها بعتقد، وليس هناك إمكانية لتطبيقها. وهذا على مشتقة شو معناته؟ على ما عندنا خبرات، عندنا خبرات. هلا مستعين بمحقق دولي، خبرات دولية ممكن، بس لجنة تحقيق دولية يعني أنت عم بتروحي على بتاخذي ملف لبنان لمجلس الأمن أو لشي جهة دولية، هذا مش مسموح بعتقد. هذا مشكل أكثر ما هو حل.
مش كاتبين اسم اللبنانيين، اسمع اللجنة ضد اللجنة، وهلا حل يابا. مصادر النشرة تي في المواكبة للموضوع استبعدت أنه يتم التحقيق تحت الفصل السابع أي تحقيق دولي، لأن إذا ثبت احتمال أنه الموضوع منه مجرد إهمال وفي عمل حربي ما رح يتم الذهاب لتدويل، لأن بهالشي نتائج كبيرة جدا. من حق اللبنانيين يعرفوا الحقيقة ويعرفوا مين أفجعهم، فهل رح تكون نتائج لجنة التحقيقات اللي شكلتها الحكومة مقنعة إلن وتمتص غضبن ووجعن؟